السلام عليكم الاخوان. هذا الفيديو هذا غادي يكون بخصوص موقع موني اورنج انفستمنت. هذا الموقع هذا اللي سبق لنا اننا قمنا بعمليه اثبات الدفع ديال الموقع هذا، وفي هذه الحلقه هذه غنوريكم كيفاش يمكن لكم انكم تقوموا باختيار يعني تقوم باختيار يعني البروجكت او نعم المشروعات التي تدخل اليها من خلال هذا الموقع. فهناك أشياء كثيرة جميلة في هذا الموقع سنتحدث عنها في هذا الفيديو. فأول شيء يعني في حال لم تكن مسجل في الموقع سأضع لك رابط أسفل في صندوق الوصف بحيث أنك تضغط عليه وسيحولك مباشرة إلى هذه الصفحة. تضغط على Open Account وتقوم بتسجيل حسابك بشكل عادي بحيث أنك تقوم بكتابة الإيميل، وهنا تقوم بكتابة الباسورد، هنا الباسورد مرة أخرى، وهنا الاسم الأول الاسم الثاني، وتنزل إلى هنا وتقوم بكتابة كود الكابتشا الموجود بهذا المكان، تعيد كتابته هنا ثم تضغط على سينب. بعد أن تقوم بهذه العملية سوف تقوم بالدخول إلى لوحة التحكم الخاصة بك والتي ستجدها بهذا الشكل، يعني هذه هي لوحة التحكم التي ستجدها يعني في موقعك. تجد كل هذه الأشياء أصفر. فللمعلومة فقط يعني في اليوز بالانس أو المكان الخاص المحدد بالبالانس، فحاليا لدي يعني 123 دولار، 123 دولار، كنت يعني 100 دولار حتى الآن هي التي يمكن أن أسحبها من هذه 123 دولار. بالنسبة 23 دولار هذه التي تشاهدها هنا فيمكن لي سحبها بعد يعني بعد تقريبا بعد 3 أيام أو 4 أيام، يعني بعد التأكد من هذه الأموال حينما تحول إلى هذا المكان حينها يمكن لي أن أقوم بسحب هذه الأموال. على العموم هنا كذلك سحوبة قمت بها البارحة يعني يوم 18 كما تشاهد في الشهر الموجود في هذا المكان 18، قمت بسحب 45، واليوم 19 قمت بسحب 33 دولار، يعني هذه السحوبات التي قمت بها البارحة واليوم. على العموم يعني سنقوم نحن بالدخول الى البروجكت بحيث انك تبحث على افضل بروجكت للعمل عليه. هنا تضغط على البروجكت في هذا المكان وتقوم بمشاهدة هذه البروجكت الموجودة في هذا المكان او هذه يعني المشروعات الموجودة في هذه الصفحة. اوكي، فتضغط على كريت. اوكي، كما تشاهد معي هنا هذه المشروعات التي يمكن لك الدخول إليها. سبق أن وضعنا يعني مشروع حول التاكسي والذي قمت بالدخول إليه أنا شخصيا. كذلك هناك مشروع خاص بالمنازل السكنية الخاصة بأوغندا، هذه يعني في إيطاليا، وهناك الكثير يعني هنا ريسايكلينغ جولد بحيث أنه يقوم إعادة يعني التصنيع الجولد. هنا يمكن لك أن تقوم بالدخول إلى هذه الى هذا المشروع كذلك من خلال فقط الضغط على باي شير، وسنريكم كيف ذلك. فبالنسبة لهذه الخيارات هنا قد تجد هنا يعني كرييشن ديت في هذا المكان، بحيث ان هذه المشروعات هي التي تم انشاؤها، يتم تصنيفها يعني حسب يعني المشروعات التي تم انشاؤها يعني في البداية او اقدم مشروعات الى احدث مشروعات. اوكي، سارجع للوراء. بالنسبة للبروجكت نام يعني هنا يتم تصنيفك حسب الأسماء، يعني البروجكت حسب الأسماء. بالنسبة لشير فور ستار يعني هذه الخاصية هي خاصة يعني للأشخاص، يعني مثلا هذا المشروع يتم تصنيفك المشروعات الأكثر مبيعا. أوكي، سنشاهد يعني شير فور ستار حتى تشاهد معي هذه المشروعات الأكثر مبيعا، أكثر مبيعا حيث أن حصل هذا الشخص أو هذا المشروع على 9521 شخص قام بشراء من خلال يعني الفيز داو تراست هذا المشروع هذا. وكذلك حتى يعني الفيز داو هذا مشروع اخر قام العدد الكبير من الناس من شراء هذا المشروع. اوكي، في الشيب برايس يعني هذه الخاصيه هي يتم يعني تصنيف لك المشروعات على حسب البرايس الخاص، يعني على حسب يعني يعني على حسب كل مشروع يعني كم يبلغ السهم الواحد فيه. يعني المفترض ان هذا المشروع هو خاص بالساعات، فيقول لك هنا يعني حسب الساعات يعني كل سهم سوف تقوم بشرائه ب 62 دولار يعني على كل سهم في هذه الشركة. اوكي، بحيث انه لو تفعل الاسهم، وهذه يعني يؤكد لك على انه الان حتى الان يعني في ارتفاع، يعني كما تشاهد معي الان في هذا الشارت يعني يؤكد لك على انه في ارتفاع. اوكي، بالنسبة لموندي جراو يعني هذه الخاصية كذلك هي خاصة بتصنيف
مشروعات على حسب يعني الأرباح، كم ستحصل على الأرباح. كتشاهدنا الآن هذه خاصة بالأدوات الخاصة بالجواهر، يعني خاصة بالجواهر، يعطيك على أنه هذا أفضل أفضل مشروع يتم الحصول فيه على عائدات. لكن لو تشاهد معي هنا على أنه يبلغ $54 لكل سهم، لهذا نحن نفضل أن نقوم بشراء يعني فقط الأسهم الموجودة ب$3 والتي تكون عليها عائدات كبيرة من خلال أن تقوم باختيار شيء فرصه، بحيث انك تشاهد ان اكثر مبيعا وتدخل على اكثر مشروع يعني يتم تداوله بكثره وتقوم بالحصول عليه. اوكي، فسنقوم بالرجوع الى الاعلى يعني حتى نوريك يعني كيف تقوم بشراء اي سهم لشركه من هذه الشركات. فلنفترض انني مثلا اريد ان ادخل الى ادخل الى جولد ريسايكل، حيث انني اقوم بشراء سهم في إعادة تصنيع الذهب. أوكي، سأنزل إلى الأسفل. لو تشاهد معي الآن في هذا الشارت، يعني حتى الآن يعني هو في حركة متوازية سعر السهم بالنسبة لهذا الجولد أو بالنسبة لهذا المشروع. أوكي، هذه بعض الديسكريبشن التي يجب أن تقوم بقراءتها. هنا يعطيك يعني عدد الأعضاء ويعطيك يعني خطة خاصة بهم، يعني كيف يقومون بالعمل ومعلومات حول الشركة. أوكي، حيث أنك تقوم بمشاهدة هذه المعلومات في حال اقتنعت تقوم بالدخول. لنفترض أنني أريد مثلا أريد أن أقوم بالاستثمار في هذا البروجكت الموجود بهذا المكان. أوكي، سأضغط على Invest Now في هذا المكان وسأنتظر إلى أن يعطيني هنا أقوم بالشراء. حاليا أنت لو قمت بالدخول فيجب عليك أول شيء أن تقوم بعمل ديبو، وهنا يقول لك الموقع يمكن لك أن تقوم بعمل إيداع من إيداع يعني من خلال الفيزا، من خلال الباي بال، من خلال البيفكت موني، من خلال من خلال يعني البيتكوين أكونت، ومن خلال اللايتكوين. اوكي، لنفترض يعني كما شاهدنا في الحلقة الماضية الموقع لم يكن يدعم الباي بال. لو شاهدت معي الحلقة الماضية الموقع لم يكن يدعم الباي بال، وهناك الكثير من قام بوضع يعني تعليقات في الموقع على ان تعليقات على موقع على انه اصبح ينصب لانه لذلك لم يعد يدعم الباي بال. فكانت لديه فقط مشاكل في الباي بال وسبق وان ذكرتها لكم، وها هو الان الباي بال يعود مرة اخرى. فقط تضغط على البودكاست يعني في هذا المكان وتقوم بعملية استثمار. فللمعلومة فقط، اي موقع يقوم بدعم الباي بال فلا تخاف على اموالك. يعني اي موقع يقوم بعمل دعم بالباي بال في حال قام نصب عليك الموقع مثلا، تقوم باسترجاع اموالك من خلال عمل اي فوند في الباي بال، يعني حينها اموالك كلها في امان. اوكي، ما افترض انني انا اريد ان اقوم بعمل ديبو بالباي بال او الفيزا او البيرفكت موني او حتى بالبيتكوين او لايتكوين، تقوم باختيار احد طرق الدفع وتقوم بالضغط على بودكاست في هذا المكان وتقوم بملء هذه الاستثمار الخاصة بك او حتى اكمال طريقة الدفع. هناك كثير من الطرق التي يمكن لك ان تقوم بعملها، تقوم بدفع هذا البرايس في هذه المحفظة، او بالنسبة للبيبال تقوم باكمال العملية بشكل عادي جدا. فبعد ان تقوم بهذه العملية سوف تقوم بشراء يعني السهم الخاص بك وتنتظر ارباحك. بعد ان تصل ارباحك الى عدد معين يمكن لك ان تقوم بسحبها. اوكي، يمكن لك ان تقوم بسحب الاموال الخاصه بك. اوكي، فلنرجع الى الكويك ستاتستيك في هذا المكان، بحيث اننا نشاهد هذا الخيار الموجود بهذا المكان. اوكي، ساذهب الى هنا. اوكي، يقول لي في حال يعني من صفر، لو كانت لي من صفر الى 99 نقطة فيمكن لي أن أقوم بالحصول على أموالي يعني كل 29 يوم، وسوف يتم اقتطاع يعني 6%. بالنسبة لو كان لدي 100 نقطة و 109 إلى 199 نقطة فيمكن لي أن أقوم بالسحب يعني كل 4 أيام، والسحب سوف يتم اقتطاع منه يعني على 5%. لو كنت في هذا المستوى مستوى 283 نقطة فيمكن لي ان اقوم بالسحب كل 3 ايام ابتداء يعني او حتى يعني $90 باقتطاعات فقط 4%. بالنسبه في حال لك الذي يعني 300 نقطه الى 399 نقطه فيمكن لي السحب يعني كل يومين باقتطاعات 3%.
بالنسبة لو كان لدي 400 نقطة فما أكثر، فيمكن لي أن أقوم بسحب كل يوم، وكذلك الاقتطاع تكون فقط 2%. أوكي، الكل سيسألني من أين سأجلب هذه النقاط. هذه النقاط يتم جلبها فقط من يعني من خلال يعني حركتك بالموقع، يعني قمت بعمل مثلا تعليق، قمت بعمل يعني جلب صديق، قمت بعمل إيداع في الموقع تحصل على النقاط، الكثير من الأشياء أو كثير من أي شيء يعني تقوم بعمله إلا وأنك تحصل على نقاط أو تقوم بحصول على نقاط في الموقع، وتلك النقاط يعني سهل أن تقوم بالحصول عليها في هذا الموقع. على العموم يعني وصلنا إلى نهاية الفيديو ونهاية الحلقة، أتمنى يكون الفيديو اليوم وحلقة اليوم قد نالت إعجابك. في حال أعجبك الموقع لا تنسى الضغط على لايك والإشتراك في القناة وتفعيل الجرس من أجل التوصل دائما بجديد القناة. كان معك خليل سمو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.